أحبائي مساء الخير. اليوم أنا حابب أشارككم بموضوع بعنوان لمسة شفاء. الكتاب المقدس كتب عن السيد المسيح أن كل الذين لمسوه نالوا شفاء. الآية دي موجودة في متى 14:36 وبيقول كده الوحي المقدس: وطلبوا إليه أن يلمسوا هد بثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا شفاء. طبعا الموضوع لما بنحكي عنه داخل الكنيسة اليوم ان يمكن تكون في اكتر من وجهة نظر تتكلم عن موضوع الشفاء. يمكن في ناس بتقول ان الروح القدس ما هواش بيعمل امور او بيتدخل في الكنيسة اليوم زي ما كان بيتدخل في الكنيسة الاولى وفي عصر الرسل. لكن انا مش راح أدخل وأحكي في هالمواضيع، لكن أنا حابب أركز بس عن اللي كتبه الكتاب المقدس عن السيد المسيح. زي ما أنا قلت إن حياة السيد المسيح كان ليها أكثر من جانب. يعني على سبيل المثال كان في جانب التعليم، كان السيد المسيح دايماً بيلتقي مع الجموع وبيعلم. الجانب الثاني هو جانب الشفاء أو جانب التحرير من سلطان إبليس وسلطان الخطية. طبعا كان في جانب الزيارات. في الحقيقة كان في أكثر من مجال، في أكثر من جانب في حياة السيد المسيح وهو على الأرض. لكن الموضوع اللي أنا حابب أركز عليه أكثر هو موضوع سلطان السيد المسيح على شفاء الأمراض. الموضوع موجود في متى 14. خليني أقرأ معكم آية ثانية، متى 14 والآية رقم 14. بيقول كده الكتاب المقدس: ولما خرج رأى جمعا عظيما فأشفق عليهم وشفى مرضاهم. ده كلام الكتاب المقدس عن حياة السيد المسيح. في الحقيقة إن لما نقرأ الأصحاح رقم 14 من إنجيل متى من البداية هنلاقي إن في موقف مؤلم جدا حدث للرب يسوع، والموقف ده هو موت يوحنا المعمدان. وعندما جاءوا وأخبروا السيد المسيح بهذا الخبر بيقول كده الكتاب: خرج إلى مكان يعتزل فيه. لكن الجموع لما عرفت المكان اللي السيد المسيح كان معتزل فيه بيقول كده الكتاب المقدس: جاءوا سيرا على الأقدام من كل مدينة ومن كل قرية. والسيد المسيح لما خرج من المكان دو بيقول كده الكتاب المقدس: ولما خرج رأى جمعا عظيما فأشفق عليهم وشفى مرضاهم. بالرغم أن السيد المسيح كان حزين من قلبه على موت يوحنا المعمدان، لكن عندما رأى الجموع واحتياج الجموع بيقول الكتاب المقدس: تحنن عليهم. يمكن تكون اليوم عندك مرض جسدي والمرض بيعذبك لسنين. يمكن قد تكون سمعت عن السيد المسيح أن له سلطان على شفاء الأمراض، لكنك ما زلت واقف في مكانك، ما زلت واقف في مكانك. الروح القدس بيشجعك اليوم وبيعطيك الرسالة دي، بيقول لك تعال إلى المسيح لأن عنده شفاء. تعال إلى المسيح لأن قلب المسيح مليان بالشفقة، وأن السيد المسيح يقدر يعطيك اليوم شفاء. يمكن كمان تكون قصة مشهورة جدا في إنجيل متى برضو الأصحاح التاسع بيتكلم عن هذه الإمرأة. في إنجيل متى 9 آية رقم 20 والآية رقم 21: وكانت تلك المرأة قد أصيبت بنزيف دموي استمر لمدة 12 سنة. بخلاف الألم الجسدي كان في معاناة مستمرة لهالمرأة، لأن المشكلة مشكلة النزيف كان بتعتبر شيء نجس في الشريعة اليهودية. يقول الوحي المقدس إنها ذهبت إلى أطباء كثيرين، لكن للأسف إنها تألمت كثيرا بسبب تجاربهم عليها في محاولة شفائها. لكن هذه المسكينة افتقرت بسبب مرضها، حيث أنفقت كل معيشتها للأطباء. لكن حينما سمعت بيسوع
بيقول الكتاب المقدس جاءت في وسط الجمع من الوراء ولمست ثوبه قائلة لنفسها بكل إيمان وبكل ثقة: إن لمست ولو ثيابه شفيت. بيقول الكتاب المقدس: فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسدها أنها قد برأت من الداء. إيمانها المرأة يستحق أن الوحي المقدس يذكر، لأنها بكل وداعة بكل تواضع قالت هالكلمات في قلبها: ولو لمست فقط هدب ثيابه الشفاء راح يتم. وهالمرأة أعطت لنا مثال وطريق لكي نسلك فيه نحن أيضا في هذه الأيام، طريق الإيمان، طريق الثقة في سلطان السيد المسيح على شفاء الأمراض. لو أنت بتسمعني الآن ممكن يكون عندك مرض في جسدك وتبحث عن الشفاء. النهاردة تكلمت وذكرت بعض الأمثلة عن سلطان السيد المسيح في الشفاء، لكن السؤال: هل تأتي إلى السيد؟ لما الجموع سمعت عن السيد المسيح ذهبت إلى المكان اللي كان موجود فيه السيد المسيح وطلبوا منهم الشفاء. أنا بشجعك اليوم، هل تقدر تيجي للسيد لكي تحصل على الشفاء؟ يقول الوحي المقدس هذه الكلمات: أنا الرب شافيك. الشفاء عند أقدام السيد، الشفاء عند أقدام الرب يسوع. شجعك اليوم، لو عندك إيمان، لو واثق أن الرب يقدر يتعامل مع المرض اللي موجود في جسدك الآن، خلينا بكل تواضع بكل بساطة بقول لك أني حط إيدك على مكان المرض اللي موجود في جسدك. أنا ما أعرفش، يمكن المشكلة اللي أنت بتعاني منها مرض كانسر أو سرطان أو أي مرض بغض النظر، لكن أنا بشجعك اليوم، الروح بيشجعك اليوم بيقول لك حط إيدك على مكان المرض، على مكان الألم، على مكان الوجع اللي بيوجعك، وانتهروا في اسم الرب يسوع. أقول له كده: في اسم يسوع الناصري أنا بنتهر مثلا الألم أو الوجع، وأذكر اسم المرض اللي موجود في جسدك لأن هالنقطة مهمة كتير. أذكر اسم هالمرض وانتهروا في اسم المسيح أنه هو يخرج من الجسد. بشجعك أني بنهاية تأملي بنهاية كلامي بقول لك تعال صلي معايا هالكلمات. غمض عينك، حط إيدك على مكان المرض اللي موجود، قل له كده هذه الكلمات: أشكرك يا رب يسوع لأنك إله طيب ولأنك ليك سلطان على شفاء الأمراض. قول كده: في اسم يسوع الناصري أنا بنتهر، وأذكر اسم المرض اللي عندك، بنتهر المرض ده في اسم الرب يسوع إن هو يخرج من الجسد. آمين.